ما زالوا العرب مبدعين، وعندنا في الاستوديو أسر ما شاء الله مبدعة. نبدأ بأسرة الأخ عبد الرحمن، حياك الله ببرنامج خطوة. حياكم الله. شكرا. أنت معلم؟ نعم. وأنت أيضا معلم متميز، لأنك فائز بجائزة الحمد لله حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز الدورة الخامسة. نعم. قول لي، خلنا نستفيد من خبرتك كمعلم. تفضل. انسى بنتك الآن. نعم. في الصف كيف تعرف أن هذا الطفل مبدع وهذا الطفل عادي، ولا كلهم تشوفهم مبدعين؟ والله هو المفروض أنه الكل في عنده ملكة الإبداع. نعم. لكن اللي يلفت النظر من طريقة السؤال الطفل، ومن طريقة الإجابة أيضا، ومن طريقة التصرف في بعض المواقف. يعني هذه يعني أشياء لافتة وأساسية، يعني من سؤاله وإجاباته والتصرف في المواقف. فإذا هناك سمات يتميز بها الطفل المبدع، وهي بنعالجها إن شاء الله لما نتكلم عن الأسرة والإبداع في الحلقة الثانية من هذه السلسلة. قول لي بنتك ما شاء الله عليها متميزة ومتفوقة ومبدعة، الحمد لله، تعتقد هي ماخذة هاي السمة منك، ولا هي تبذل مجهود كي تتميز؟ لا، بالتأكيد تبذل مجهود. واسمح لي أن أحكي في مسألة بالنسبة للإبداع في استثمار الوقت. نعم. يقول ابن عياض: يا ابن آدم إنما أنت أعداد، أعداد أرقام. نعم. فكل يوم يذهب منك إنما ينقص من عمرك. صحيح. يعني مسألة استثمار الوقت مسألة في غاية الأمر. بنتك تعتقد أنها تستثمر وقتها بطريقة أفضل؟ نعم نعم، بالتأكيد. نعم. طيب أسألها أكيد. ممكن؟ تفضل. أي سارة. من الفئات المتخصصة مثل دعم قضايا الشباب وجائزة الشباب العربي. العملية التربوية عملية معقدة جدا، لكن كنا نحن نحرص من ومنذ الصغر على اكتشاف هوايات وموهبة سارة وقدراتها، يعني وين كانت قدراتها الأقوى. كنا نحاول نجرب في أكثر من مجال، نعملها دورات ونخليها تنمي هذه الموهبة أو هذه الهواية بشراء الكتب وارتياد المكتبات وعمل دورات تخصصية.